امسي عليكم ولا ما امسي عليكم؟ المهم يا جماعة ودي افصل فاصلة اللعينة جديدة خطيرة جميلة جاهزين. بس قبل نفصل يا جماعة اليوم عندنا منتجات لازم ندعم مصر منتج زي ما وعدناكم. بالنسبة لدعم الأسر المنتج يا جماعة هذا الدعم أنا أقدمه مجانا ليهم، بدعمهم لا أكثر ولا أقل. الله يرزقكم جميعا، ما أحتاج منكم إلا دعاكم يا جماعة الخير. فخلونا نبدأ في هذا المنتج الجميل اليوم يا جماعة. خلونا أوضح شيء بس بالنسبة للأسر المنتج يا جماعة، في بعض الأسر المنتجة ما أنتوا أسر منتجة، أنتوا تجار. يمين بالله والله الشهر اللي يدخل 40 50 60 100 200 ألف تقول لي أنا أسر منتجة، أنت ما أنت أسر منتجة. لا تدعموه، أدعموه نحن. أنت تدعمينه. فاهمة؟ يعني إذا تجي سلطان ممكن أدعمك أقول لك أوكي، أما أنا أدعمك ما يجي، صح؟ عشان يكون على بينة يا جماعة، ولازم نعرف إنه أي أسر منتجة أنا وأنا حابب أقدم لكم دعم، لو منتجك مو لذيذ سامحيني أنا ما حقدر أعلنه، عشان المصداقية لا أكثر ولا أقل، كلام الحق ما يزعل. صحيح. فإذا في حال أحد رسل لي وأنا ما أعلنت لمنتجك، سامحني منتجك ليس لذيذ، مو يعني أنت ما تعرف تسويه، بالعكس، سوي طريقة ثانية، شوف أنت فين غلطان وأرجع أضبط وأرسل لي ثاني مرة. أبدع. بالضبط، لا أكثر ولا أقل يا جماعة. فبينا بس لك دخلاتي مرة بيض، فبينا يا جماعة أوكي. صحيح. الكاش ما يقول لي أنا أسر منتجة، تكفى ترسل قيمة إعلان لفاهم. أوكي طيب يا جماعة، اليوم جبنا لوفلي جرانولا، هي عبارة عن سناكات صحية ومكسرات وأشياء جدا جميلة. بصراحة أهنيكي على الباكجينج الجميل. هنا عندنا دارك شوكليت ومكسرات، المنتج الثاني اللي رسلتنا هو جرانولا مع بذور الشيا، اما المنتج الثالث عباره عن زبيب ولوز. يلا بينا ندوق. هبدا بالدارك شوكولات والمكسرات، الريحه تفوز يا جماعه. فوتوجينيك، هذه يبغى لها حليب والله، بس خلينا ندوق من غير حليب. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ رايك ثاني فرعون. جرب اكله. اسنان تعورو تبكلوز. الحين حبدأ بجرانولا مع بذور الشيا يا جماعة، شوفوا بس ايش هحط كده، خلينا نجيب العسل اكيد رشوف عاد ما يحتاج. الله اعتقد كده خلاص كده قومة كده تصبح على خير. هذه وجبة تغنيك عن كل الوجبات اللي ممكن تاكلها في حياتك. فدقيقة ودحين نقول بسم الله. ما حغطي هذا خلاص كفي. الانستغرام الله يرزقك يفوز. مع عسل مع لبن يوناني مع حليب يا جماعة، هذا سناك صحي مع فواكه، هو عصير يسوى. تستحق بس انا ما بطولها عشان بفصل، وحشتني الفصلة. والله يلا ندعمها مظبوط، يلا نسوي خلطة ثالثة. يلا هنسوي خلطة مع الزبيب واللبن. طحن كده موز فوق العسل يا جماعة، بس اوبا كلبت عملت حلقة الأخيرة زبيب باللوز. بسم الله. ووو العسل المجامعة مع الموز سوى كمبينيشن مع الزبيب. كم يغير كلمة؟ كم يغير؟ لا. أوكي. ما في إنستغرام. تخيل ما أنشر الإنستغرام. هذا المعنى الحقيقي للأكل اللذيذ سريع عليه. والله. تخيل ما أنشر الإنستغرام حقا. أعتقد في ناس تيجي تقتلني. والله. يلا سلام. صباح الخير.
ودي افصل فصلة العين يا جماعة، واليوم حتكلم على موضوع 10 علامات تدل على انك انسان فاشل في حياتك. Let's go. بسم الله. 1، اذا ما كان عندك هدف واضح تسعى عليه، الانسان اللي عايش حياته بدون ما يحط اهداف لنفسه ما حيقدر يحقق النجاح اللي هو يبغاه يا جماعة الخير. طب لو كان عندي هدف 9 الى 10 2، المماطلة. حتيجي تقول لي شيطان ايش هي المماطلة؟ ما اجي اقول لك قوم اشتغل دحين، ما اشتغل دحين، بعدين بكره. يعني وين انت بتمثل؟ يعني بتمثل الحوار بفرق. يعني عشان ايش توصيل الفكرة بفكرة اخرى؟ اقدر اكمل ولا ايش؟ اتفضل اتفضل. اكيد اذا لقيت شيء يحتاج تمرير حيقدم. لا تقدم، لا تقدم، صدقني تعبان في ورق كمان في الدراسة. لا ارحم امك، خليني اكمل امي الفصل. شكرا. نرجع لموضوع المماطلة يا جماعة الخير. يجي احد يقول لك قوم اشتغل، تقول له بكره يا اخي قول له دحين. اوكي انا ولا كيف ما فصلت اليوم. تصبح على خير يا جماعة. شفت كيف هذا المماطلة؟ نعتذر عن هذا الخلل للأمانة، وحب اقول لكم يعني انه هي في النهاية. لا لا انا اقول لك يعني انا تعرف كيف بتحمس. يلا 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 10 كذبات الحريم. يبغى مواضيع، يحب المواضيع هذه بالغلط، يحب المواضيع هذه. دحين اقول لكم الفصل اللي هو يحبها. حنغير الموضوع يا جماعه، ما حينفع هذا الموضوع مع سير. انا عارف هو ايش يبغى، فحنغير، حنخلي الموضوع. اشهر 10 كذبات للنساء. دوس يا مدير. اشهر 10 كذبات للنساء. جاهزين؟ جاهزين. اوه كده حماس قلبي. I'm sorry. I'm sorry. يعني هو رحم الله، يعني مو كلهم، مو كلكم، ما أعرف، بس هي مكتوبة. ما إيش هم يقولوا رحم الله؟ إيش هم الله؟ ما يعرف القدر نفسه. لا مو رحم التاني، رحم الله من هداني عيون. لا لا عفى الله، لا إنه هم مو كلهم. لا مو كل إلا من رحم ربك. صفقولي صفقولي من رحم ربك يا جماعة. 1، أولادي ما يأكلوا. يا شيخة اندومي، اشي مكرونة، اشي حلا، اشي. 2، زوجي يحبني مرة كثير. ثلاثة، كل ما رحت فرح جو خطبوني. صغيرة ما شاء الله، صغيرة صغيرة. شفتها جعيد دي ولا؟ رقم 4، ما حد يصدق انه هذه بنتي. اقسم بالله غلطان، خليك تخسر قصة زي كذا مرة ثانية. والله العظيم خلاص روح نام يا حبيبي. يلا مع السلامة. تمام كيف؟ يلا. حقيقي لو ما انت جواب خليهم يناموا يا اخي. خليهم يناموا. المهم يا جماعة الخير، هذه فصلة فصلتها قبل فما حفصلها مرة ثانية، فاهمين؟ هي 10 فصلات حتلاقوها في النت، ولكن بس هو كذا ثبت لكم عسير ايش. صباح الخير. يلا. قفل عليهم. صباح الخير حبايبي. ثانك يو. على فكرة هم مو 20، هم 2000. انا نزلت قرار يا جماعه انه من يوم رايح اصور من غير فلتر، هذا خشتي، ما ابغى اي فلتر خلاص والله. فبس عسيري حاب يقول لكم شيء قبل ما ننام. طيب اخلص علي ايش تبغى تقول. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دائما خلوها على لسانكم يا جماعه، عادي اسمها كفاره المجلس. كل اخر يوم قبل ما تنام كذا قول كفاره المجلس، عشان لعل وعسى يكون احد زعل مننا بالغلط، احد زعلته بالغلط، وجهت كلام ما انت قصده، اي شيء. ان شاء الله كفاره المجلس دي تكون خير باذن الله. يا اقسم بايات الله لو جاتني، اقسم كنت صورتك وانت قاعد تتلطش تلطيش عمرك ما تلطشته، وهي اقول كفاره المجلس تاري وانقلع برا. هذا خير عسيري، باقي له 100,000 تقريبا كده. لحسه فحسابه هنا. هم يقربوا ال 100 ويجي ينزل مره ثانيه، ما ادري ايش بينهم وبين. أنا أقول لك، ولا أقول لك خلاص بلاش بلاش حبيبي فرعون.